يعني هل 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 يعني نما لكم او تبين لكم المسببات الحقيقيه وراء اندلاع هذه الحرائق، حرائق تنومه؟ والامر الثاني، ايش اللي ساهم بسرعه انتشارها والمساحه الشاسعه اللي انتشرت فيها؟ بالنسبة لمسببات الحريق، حقيقة المسببات كثيرة، بعضها مسببات طبيعية وبعضها ناتجة عن بعض السلوكيات الخاطئة، مثل إبقاء اللهب من بعض المتنزهين وعدم الحرص على إطفائه أثناء المغادرة، أيضا عمليات الطهي وأعقاب السجائر وبعض التمديدات والتوصيلات الكهربائية في بعض المزارع المكشوفة. بالنسبة للأسباب، ما زالت الجهات المعنية بالتحقيق تواصل عملها وإلى الآن لم تنتهي من أعمالها. طيب، هذه بالنسبة للأسباب. أما أسباب انتشار الحادث، هذا الحادث صاحب العديد من المعوقات أو الأسباب التي أدت إلى انتشاره، من ضمنها كانت الرياح شديدة في بداية الحادث، كذلك صعوبة التضاريس. الحادث انتشر في نقاط صعب الوصول لها وعدم وصول آليات الدفاع المدني لها، صعوبة التضاريس وكبر المساحة، اشتداد الرياح، هذه كلها كانت عوامل. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت فرق المكافحة بإخماد النقاط التي وصلوا لها، ثم بدأت فرق الإنقاذ والإطفاء بالوصول إلى بعض النقاط البعيدة والتعامل معها بشكل يدوي وطمرها وإطفائها عن طريق المطفيات اليدوية.